انا ام اللي صيفطت بنتي ليكول تقرا، حتى كتجيني في العشيه نهار الخميس في العشيه كتجيني كلها لحمه زرق بالتيو. ملي كنقول نسولها كتقول لي استاذه ماده الفرنسيه، كتوقفني على رجل ورجل كتقول لي هزيها، وكتبقى تعطيني بالتيو فما تعيا لي رجلي كتعاود تعطيني تاني بالتيو. مني جات للدار كنلقاها كامله زرقاء وداكشي، كنلوح للمديره تصاور في واتساب، عيطت بعدا لباباها قلت لي شوش كاين، حنا لا تصاور في واتساب ما قراتهمش كاع ما قلبتهمش. الغد تاني كنمشي للاداره كنتوجه ليها باش نعرفوا المشكل، كتقول لي فكري بعقلك ما تفكريش بقلبك، خلي البنيه تقرا، واني هادشي ما خصوش يكون. حنا كيقول لك التعنيف ما كاينش، ما خص الطفل يتعنف الا ما فهمش ولا ما عرفش خصها توريه. دابا مني قلت لها هكا، قلت لها واش انتي جايبه استاذه عندها اضطرابات عقليه ولا عندها شي مشكل؟ مهم قالت لي لا انا مدرستي شاده جوائز، انا مدرستي احسن مدرسه هنا في سيدي مومن. خرجت درت القانون، درت الشكايه الاولى الشكايه الثانيه، ما كانت وصل بوالو. مهم بنتي مني وصلت 20 يوم كملت الشهاده الطبيه ديالها غنديها ثاني المدرسه، كتقول لي ما نمشيش. جاتها بحال اضطرابات نفسيه. خرجت انا وباباها في الليل دينا لبني رشد على الطب النفسي، كيقول لنا زيدوها سيمانه ثاني يعطيوها غير ترسام وتبرك في الدار. مني بركت هاد المده كامله ولينا كنديوها للمؤسسه، ولو كيرجعوها للطاوله اللور كياخذوا ليها ادوات ديالها يقولوا لها ما جبتيهمش، كيديروا انشطه وهي ما كتهبطش ديرهم مع الوليدات. مهم مني شفت راسي طغاو عليا بزاف، دخلت منظمه حقوقيه عندهم المؤسسه باش ناخذ الحق ديال الطفله. مني الدين مشينا عطيتهم وثائق ديالي، صوروا كل شيء، خلونا حنا انا والاب في تحت في ريجيبسيون، وهما طلعوا داروا اجتماع بلا بينا. مني كيهبطوا قال لك اودي هاد السيد ديروا معاه تنازل وداكشي على قبل البنيه باش تقرا، صافي غيدير لكم واحد الحفله بالحلوه وداكشي وصافي. قلت لهم انا لا، انا ما يمكنش يدير ليا حفله بالحلوه وداكشي، انا باغا الحق ديال بنتي صافي، انا ما يمكنش ليا نتنازل على حق البنت. خرجت عاود درت شكايه اخرى ثاني لحتى ثاني الوكيل الملك، ما كيديروا معايا والو. البنيه دابا مني كتجيها اضطرابات نفسيه كنضطر انني نبركها في الدار، قلت لها اعطيني غير المغادره وكنخلص لها الشهر ديالي، كل شهر كنخلصو. قالت لي لا سيري النيابه، النيابه سيري خدي منها طلب المغادره، وانا يا خصها هي اللي تعطيني المغادره، ما كاينش هادشي. عندها اضطرابات نفسيه ما كتنعش، كتجبدي على ليكول كتقول لك ما نمشيش، كتقول لك خليوني باركه غير في الدار، اغلبيه كتبقى باركه، الوليدات كيمشيو مدرسه وعلاش هي تحرم من القرايه ديالها؟ خصها تقرا بحالها بحال الوليدات، خصها تقرا تتعلم، واخا تكون كاع ما كتفهمش خصها توريها بشويه. انا مادام مادياها المدرسه خاصه خصها توريها وتقريها، وهاد البنيه راه ما كتقرا والو، كتنجحها كل عام دون مستوى، ما كتعرف لا كتهجى لا تقرا لا والو، النتائج دايره لها 7 8 9، واني راه ما كتقراش. مني دابا دار 3 تيو ما عرفتش علاش. كتشرب الدواء، ها هو عندي كتشربو، عندها جميع الوراق ديالها، شهادة طبية، عندها ورقة ديال الطب النفسي، عندها سيرتيفيكات ديالها كاملين. دابا البنية حاليا باركة غير في الدار، وكنوجه لسيدنا جلالة الملك ياخد حق الطفلة الصغيرة، والسي الحموشي ياخدو ليا حق بنتي، يحسبوها بنتهم. بنتي راه ما بنتيش بوحدي، راه بنت المغاربة كاملين، حيت هادشي اللي صار لبنتي غيجرى الوليدات بزاف. كنطلب حق الدريه يبان ما يضيعش، حيت هي طفله غير صغيره ما عندها حتى شي ذنب، وهاد السيد كيتهمني بانني انا اللي ضربت البنت، وانا كنت مريضه عندي الورق ديالي ديال الطبيب، هو عنده كاميرا في المدرسه كامله، المدرسه بانها تبين بان الدريه نهارش ضربات وكيفاش ضربات وكل شيء. ان شاء الله نتمنى من الله يبان الحق ديال الطفله. هاد السيد المدير طاغي بالنفوذ ديالو، كيقول لي ما غديري تنازل ما غتصوري والو، انا راه ما غنديرش تنازل، غنبقى تناخذ الحق ديال بنتي.